الحليب، بس ما اشرب الحليب دائما وحده الا واخبطه ويا شي. يعني هلا شلونكم؟ صباح. طبعا قعدت هسه روتيني اليومي، اني ابدي اكل الكورن فليكس بالحليب. ما فاتحته ناسية. أنا كلش أحب هذا الفطور ماتي، أحس يشبع وبي فوائد وبي حليب. لأن الحليب مرات يعني أحب أنا كل الحليب، بس ما أشرب الحليب دائما وحده إلا وأخبطه ويا شي. يعني